إذن الجرجاني بعد أن هنها في دلائل الإعجاز نقض مذهب الجاحظ والرماني في قضية النظم، معنى نقض معنى هدم ذلك، وهدم نظرية اللفظ وتعويض بنظرية المعنى. وجدنا الجرجاني يسعى لتقعيد نظرية النظم من خلال ربطها بالتركيب. فوجدنا مثل الجرجاني في الدلائل صفحة 49 يقول هذا النص من يعني كتابي، يقول نظم الكلام، يعني هنا هو يعرف النظم ما الذي يعني. قال نظم الكلام اقتفاء آثار المعاني وترتيبها على حسب ترتب المعاني في النفس. أشرح اقتفاء آثار المعاني معنى ماذا؟ النظم أننا نجد مثلا بالنسبة حتى في الكلام العادي الذي يكلم به الإنسان أن معنى يكون في نفسه، يعني في عقله وفي ضمن، ثم كيف أن هذا المعنى يصوغ في كلام. لكي يفيد هذا الكلام معنى يجب أن يكون مركبا خاضعا لقواعد التركيب في لغة معينة، سواء كانت هي اللغة العربية أو غيرها. فقال اقتفاء آثار المعاني وترتيبها حسب ترتيب المعاني في النفس، معنى أن معنى الشيء يرتبط بكيفية تصوره. لما أنا أتكلم هنا عن الكتابة مثلا في السبورة هذه، لو قلت السبورة كتبت فيها الكلام يعني يكون فيه، لما أقول أكتب في السبورة فإني أصف حالي الآن، فالمعنى يكون في ذهن الإنسان وفي نفسه، ثم كيف يحوله إلى ألفاظ أو إلى جملة مفيدة. فيقول أعيد الكلام اقتفاء آثار المعاني، نظم الكلام هو اقتفاء آثار المعاني وترتيبها على حسب ترتب المعاني في النفس. فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيفما جاء واتفق. يعني هو يميز هنا بين النظم الذي مراد به يعني إيصال المعنى إلى متلقي، وبين النظم الذي هو تركيب شيء فوق غيره، حتى يعني فبين أن النظم هو الكلام المنظم، هو كيفية عن تنسيق وتركيب الكلام بأسلوب معين. ثم يقول في نص آخر لما قام بتعريف النظم، قال هو توخي معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه. النظم هو توخي معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه والعمل بقوانينه وأصوله، وليست معاني النحو معاني ألفاظ فيتصور أن لها تفسير. إذن هنا إذا الواحد تتبع معي أن نظرية النظم كما ذكرت عند الجرجاني لما أصلها ترجع إلى مسألة التي قلت لي، حسن اختيار الألفاظ، والأمر الثاني براعة تركيبها. براعة تركيبها. ثم هو هذا المعنى يقول في مثلا نجده يقول في الدلائل إذا كان قد علم، يعني كلامه هو هذا، إذا كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان الكلام ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه. إذن هنا إذا جوزنا براعة التركيب من جهة النحو أو من جهة الإعراب. فقال هنا أن الألفاظ تكون مغلقة حتى يكون العرب هو الذي يفتحها. كيف تكون مغلقة؟ لما نأتي مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى في أول سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. فعندنا هنا براءة مرفوع، أول شيء بالنسبة لفهم الآية يجب ضبط الإعراب. فبراءة لها قراءة واحدة وهي جاءت بقراءة الضم، براءة من الله ورسوله. فإعرابها هنا أنها خبر لمبتدأ محذوف، هذا هو الإعراب الراجح، تقديره هذه الآيات. فالواحد لما يقرأ هنا في المصحف براءة في أول سورة التوبة براءة من الله ورسوله، الإعراب يفيد على أن براءة هذه إعرابها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه الآيات براءة.
فالواحد إذا قرأ هكذا من غير أن يعربها لا يفهم المعنى، لا يفهم ولا يخف عليه. لكن إذا كان معربا للآية ويفترض أن هذا في قواعد الإعراب أن براءة هذه مرفوعة ليست مبتدأ، إنما هي خبر لمبتدأ محذوف، يعني هي خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذه الآيات معنى هذه الآيات، والمراد بهذه الآيات هي سورة التوبة أو أول سورة التوبة، أول سورة التوبة ماذا؟ براءة من الله، معنى أن الله سبحانه وتعالى يبرأ من ذكر فيما بعد الذين هم مشركوا العرب الذين نزل بخصوصهم هذه الآية. فقال الجرجان هنا إذا كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يستخرج هو الذي يفتحها ويستخرج هذه المعاني، دل ذلك على أن أول مرحلة دراسة ما يتعلق بالتركيب في القرآن يرجع إلى الجانب ديال النحو والإعراب. الجانب الثاني وهو الذي يتعلق بالمعاني التي تفيدها الآية انطلاقا من شتى الأساليب التي استعمل القرآن، يعني القرآن استعمل أساليب البلاغة لدلالة على المعنى. لما نجد قوله سبحانه وتعالى هذا يعني معروف عن حتى عند عامة الناس، لما نجد سبحانه وتعالى يريد أن يقرر شيئا معينا ثم يستعمل الدلالة عليه يعني معنى مجازي، فنجم تقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هنا يعني ليس المراد به الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني في اللغة العربية، المراد به هو ظهور الفجر الصادق، فالمراد به هو يعني اكتمال الليل وبدء النهار، فاستعمل القرآن هنا استعارة، يعني الجانب الثاني الذي هو يعني براعة التركيب من جهة البلاغة، استعمل القرآن هنا يعني استعارة اللي هو سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر ثم يتم الصيام، فيستعمل الله سبحانه وتعالى في 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 يعني القرآن نفس أساليب العرف الدالة على المعنى لكن بأسلوب آخر غير أسلوب العرب. فهنا يعني لما نأتي إلى ما يتعلق يعني بنظرية الجرجاني في نظم القرآن تقوم على أساس حسن اختيار الألفاظ ثم براعة التركيب، وهنا حتى أقربها يعني من المتلقي أعطي مثالا من خلال آية أو من خلال آيتين من اللي كان جيو مثلا قوله سبحانه وتعالى، لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل مع موسى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بيس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا هذه البقرة سورة البقرة 92-94، إذا أردنا أن نطبق عليها ما يعني نظرية الجرجاني في قضية يعني إعجاز القرآن من جهة نظمه، فاستعمل القرآن هنا في قصة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام في صحراء سيناء لما تركهم موسى عليه الصلاة والسلام وذهب لمناجاة ربي، والقصة التي ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في يعني سورة البقرة لما موسى عليه الصلاة والسلام يعني ذهب للقاء ربه فلبث 40 يوما فوجد بني إسرائيل كما تعرفون يعني قصة السامري معهم، فجاءت القصة هكذا الله سبحانه وتعالى هنا يريد أن ينقل صورة من الصور التي تتعلق بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، فقال عن قصة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام في البقرة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نبدأ أولا ما يتعلق بحسن اختيار الألفاظ، إذا أردنا تطبيقها عندنا أشربوا، فأشربوا جاي من العرب فعل شرب أو شرب، وشرب المراد به هو ابتلع، والذي يشرب هي الأشياء مثلا السائلة التي يعني، فالله سبحانه وتعالى قال أشربوا في قلوبهم العجل، وهم أصلا لم يشربوا هذا العجل إنما اعتقدوا أو اللي بغيتي آمنوا
بعبادة العجل، إلى بغيتوا بعبادة العجل. فهم آمنوا واعتقدوا، لأن كما جاء يعني في سورة الأعراف أن السامري جمع من حلي بني إسرائيل كمية من التبر، ثم صنع لهم يعني صنم صغير، صنم صغير يعني صنعوا على شكل عجل، ثم قال هذا إلهكم وإله موسى، فجلس بنو إسرائيل اتخذوه صنما. الله سبحانه وتعالى حتى ينقل هذه الصورة للمتلقي القرآن وتكون في ذلك العبرة، وهنا القرآن المراد من ذكر القصة في القرآن مراد فيها ما فيها من عبرة فيما يتعلق بقصص السابقين الذين يعني انحرفوا عن العقيدة الصحيحة إلى عبادة الأصنام، وكيف وقع لهم ذلك. فيهمني هنا ما يتعلق يعني بقضية النظم في هذه الآية. فقال الله سبحانه وتعالى وأشربوا، فهنا في اختيار الله بحد ذاته. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل بيس ما يمك بإيمانكم. بيس هذا لفظ دم لبيان ما ابتلوا به من الكفر. ثم قال إيمانكم، وأنا استعمل هنا أشير هنا إلى ما يتعلق عن بكلام يعني كلام القرآن استعماله لفظ إيمان. عابد العجل هل هو مؤمن أو أنه مشرك؟ وأطرح هنا السؤال. إذن قلت إذا تتبعنا يعني المسألة الجانب الأول هو حسن اختيار الألفاظ، استعمل الله سبحانه وتعالى هنا قل بيس ما يأمركم بإيمانكم، والحقيقة أنهم لا إيمانهم. الإيمان يقتضي أمر أن يكون هنا في الإيمان توحيد، وهم كما ترون كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القصة هم مشركون بعبادة العجل، فقال هنا إيمانكم للدلالة على معنى معين. فكما هنا أشربوا للدلالة على أن عبادة العجل اختلطت يعني بدمائهم وأجسادهم حتى أنه يعني اعتقدوها اعتقادا جازما، هنا أيضا تدل على هذا المعنى إيمانكم. هم ليسوا مؤمنين، إنما ذكر الله سبحانه أن عبادة العجل حل يعني أصبحت محل عقيدة التوحيد، فاستعمل القرآن إيمانكم للدلالة بأن عبادة العجل هذه هي عقيدتهم أصبحت لذلك. فإذا تجاوزنا حسن اختيار الألفاظ إلى ما يتعلق بما يتصل ببراعة التركيب، إما من جهة النحو أو من جهة البلاغة، هنا أقف عندما يتعلق بالبلاغة. القرآن الكريم لما أراد أن يتكلم عن 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 يعني قصة بني إسرائيل هنايا أتى بها بتصور بديع حتى يقرب هذا الذي وقع في زمن موسى من قارئ القرآن في زمن نبوة رسالة ومن نحو من كل من يقرأ القرآن في أي زمن ومكان. فلما نقرأ ويقرأ الواحد في سورة البقرة وأشربوا في قلهم من العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، الآية من جهة بلاغتها، والمراد بالبلاغة هنا المعنى الذي تفيده يعني في وجداني أو في ذهني المتلقي، الله سبحانه وتعالى أراد تصوير، أقول تصوير حقيقة بني إسرائيل بين فترتين. الفترة التي كان معهم موسى عليه الصلاة والسلام فكان يحملهم على التوحيد وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أول ما غادرهم موسى عليه الصلاة والسلام 40 ليلة لمناجاة ربه فوق جبل الطور، السامري هذا الذي عنده صنع فمباشر خلال 40 يوم قلب هذا كله وأصبح مكان ذلك التوحيد الذي بلغ موسى إياه أصبح مكانه يعني عبادة الشرك. فسرعة هذا الانقلاب، سرعة هذا الانقلاب ثم شدة تعلق يعني بهذا العجل، الله سبحانه وتعالى أراد أن يصوره فقال وأشربوا في قلوبهم. أشربوا في قلوبهم هنا أي أن الإيمان زال كلية، زال الإيمان وزاد عقيدة التوحيد كلية يعني منهم وتخلصوا منها، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يعني قريبة منهم يعني في سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آيات فانسلخ فاتبع الشيطان فكان من الغاوين، أي نم تخلصوا من عبادة التوحيد بعد ماذا؟ أن عبأوا قلوبهم ماذا؟ بهذا الوثن الذي كانوا يعبدونه. فقالوا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. إذا قلنا قل بئس ما يأمركم به كفركم، لأنهم في الفعل بالفعل هم كفروا، المعنى صحيح، لكن لفظ كفركم هنا إذا استعملناها لا يدخل في حسن اختيار الألفاظ. لماذا؟ لأن الكفر درجات تبع للاعتقاد، لكن ما استعمل القرآن الإيمان دل على ما وقر في النفس.
أو مثال آخر لما يتعلق يعني بهذا الذي ذهب إليه يعني الجرجاني في قضية نظرية النظم، لما نأتي مثلا في إلى نموذج آخر لي، وهذا أتي يعني بمثال وجيز حتى يعني يستطيع الطالب أن يفهم، قوله سبحانه وتعالى في القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، سورة البقرة. فالآية التي سبقت هذه في قصة الأنبياء، هذه الآية ولكم في قصاص حياة، هذه تتعلق بالأحكام الشرعية العملية حتى يعني ننوع الأمثلة. القصاص الآية جاءت فيما يتعلق بالقصاص، القصاص يكون مثلا في الجروح وفي جرائم القتل، يعني الإعدام لمن تلبس بجريمة قتل عمد وسبق إصرار. فقال الله سبحانه ولكم في القصاص، القصاص المراد به هو قتل القاتل. ولكم في القصاص حياة، الحياة هنا المراد بها هو استمرار الوجود، إلى بغيتوا استمرار وجود الإنسان، يعني حياة الإنسان. فاستعمل هنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا الآية فيها حسن اختيار الألفاظ وفيها براعة يعني ما يتعلق يعني بالتركيب. التركيب هنا فيما يتعلق يعني باختيار الألفاظ أن الله سبحانه استعمل القصاص ولم يقل ولكم في القتل، لأن المعنى ولكم في القتل حياة، يعني ولكم في قتل القاتل حياة. لماذا؟ لأن الذي نعرفه من معنى الآية أن إعدام القاتل فيه صيانة، يبغيته صيانة لأرواح الناس من أن يجرؤ أحد على هذه الجريمة. فهذا هو المعنى الذي تريد الآية أن تصل إليه، أن القصاص من القاتل أي إعدام القاتل العمد فيه صيانة لأرواح الناس. علاش؟ الإنسان لما يعرف بأنه إذا قتل قتل سوف يمسك عن القتل، سوف يمسك عن القتل، يعني هذا هو المعنى الذي تريد الآية أن توصله وتريد بلاغة الآية أن توصله. فقال الله سبحانه وتعالى عوض هذه الجملة الطويلة التي كتبتها هنا، قال يعني خمس كلمات أو أربع كلمات: ولكم في القصاص حياة، معنى استمرار وجودكم أو استمرار وجود الإنسان في الحياة يتطلب حفظ النفس، وحفظ النفس لا يتسنى إلا بالقصاص من القاتل. فهنا ماذا نجد؟ أن القرآن الكريم في تعبيره على هذا المعنى الطويل الذي هو صيانة الأرواح من أن تزهق، ماذا استعمل؟ شرع القصاص. ثم بعد أن شرع هذا القصاص قال الله سبحانه وتعالى مبينا علته، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. مثال أخير بالنسبة لما يتصل يعني بنظرية النظم، هنا أنتقل إلى ما يتعلق يعني بالإعراب. يعني أنا قلت أن نظرية الإعراب ترجع إلى حسن اختيار الألفاظ وترجع إلى التركيب. التركيب قلت قد يرجع إلى النحو وقد يرجع إلى البلاغة. آتي مثال موجز على ما يتعلق يعني بالنحو. لما نأتي مثلا إلى صور القرآن، وآتي مثال مثلا لوصف مثلا الجزاء الأخروي، الجزاء الأخروي اللي هو جنة والنار. فنجد في 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 القرآن قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، سورة الزمر. وفي الأخرى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هنا نتكلم عن هذا الجانب المتعلق بالنحو أو الإعراب وكيف يفيد المعنى من جهة التركيب. فالآية هذه في سورة الزمر الله سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن الجزاء الأخروي، إما جنة وإما نار. فقال الله سبحانه وتعالى في الأول الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سيق هنا إعرابه فعل ماض، والماضي يدل على شيء سابق ووقع وانتهى أمره، والماضي في النحو يفيد التحقق،
يفيد أن الشيء متحقق، معنى أن لما يكون الإنسان فعل شيئا بالأمس مثلا أو السنة الفارطة ولا غيرها يأتي بأسلوب الماضي، هذا الذي تكلم عنه يعني شيء تحقق لا مجال لتغييره أو للتصرف فيه، معنى شيء من الماضي الذي انتهى كما تدل على قواعد النحو في اللغة العربية. فلما يستعملوا الماضي دائما حينما يستعملوا الماضي يستعملوا أشياء تحققت. هنا الكلام عن الجزاء الأخروي وهي شيء مرتبط بالمستقبل وليس بالماضي. المستقبل في قواعد النحو اللغة العربية تستعمل فيه صيغة المضارع، صيغة المضارع وليس صيغة الماضي. فأنتم يعني تظهرون يعني من جهة يعني نتكلم هنا عن النحو أننا لما نتكلم عن المستقبل نستعمل صيغة المضارع، لما نتكلم عن شيء مضى نستعمل صيغة الماضي. فالقرآن الكريم ماذا صنع هنا؟ قال وسيق الذين اتقوا، هم لم يساقوا بعد، لم يساقوا بعد، إنما سيساقون مستقبلا. فاستعمل صيغة الماضي للدلالة على أن هذا الأمر اللي هو الجزاء الأخروي، ماذا؟ لما استعمل صيغة الماضي أي أن هذا الجزاء الأخروي متحقق لا محالة. فاستعمل القرآن الكريم صيغة الماضي لإفادة إذا بغيتي إفادة اليقين، وهذا ما لا يحقق تحقق صيغة المضارع لو استعمل القرآن وسيساق الذين اتقوا ربهم، لو قال سيساق تفيد الاحتمال، لكن ما يقول سيق تفيد التحقق واليقين. لذلك نجد القرآن لما يتكلم أو يصور ما يتعلق بالبعث والجزاء والحساب وغيره دائما يستعمل أسلوب الماضي للدلالة على التحقق وعلى أن ذلك الأمر يقيني لا شك فيه.